هن 190 شابة مغربية قمن بتلبية نداء الوطن عبر التحاقهن بمركز تكوين المجندات بالقاعدة الجوية للدعم العام ببن سليمان بغية أداء الخدمة العسكرية عبر الاستفادة من 8 تخصصات ستمكنهن من شق طريقهن نحو النجاح وإثبات الذات. في إطار إعادة تفعيل الخدمة العسكرية استقبل مركز تكوين المجندات بالقاعدة الجوية للدعم العام بن سليمان التابعة للقوات الملكية الجوية 200 مجندة وذلك ابتداء من 16 ماي 2022. بعد نهاية المرحلة الأولى من الخدمة العسكرية التي امتدت إلى 4 أشهر بدأت المجندات بالمركز التكوين التابع للقاعدة الجوية للدعم العام ببن سليمان المرحلة الثانية من التكوين وهي مرحلة تخصصات. فوج النسخة 37 ينقسم إلى قسمين وفقا للرغبات المعبر عنها والقدرات والمؤهلات الذاتية الخاصة بكل مجندة. مرحلة التخصص تتواصل فعاليتها على مدى 8 أشهر. بعد انتهاء مرحلة التكوين الأساسي الشمولي التي دامت 4 أشهر واللي اكتسبنا فيها عدة مكتسبات اللي هي الانضباط العسكري، روح المواطنة، الثقة في النفس، الشجاعة، ثم الصبر. ها نحن اليوم نعيش أطوار مرحلة التخصص المبرمجة. اليوم كنعيشوا فترة التخصص اللي كتحدد مدتها 7 أشهر والتي شارفت على الانتهاء وتلقينا في هذه المدة تكوين بدنيا وعمليا. الدورات التكوينية في شقيها النظري والتطبيق كانت فرصة سانحة للظفر بالعديد من المكتسبات من بينها روح المواطنة والمسؤولية والانضباط وتنمية وتعزيز القدرات المعرفية والمهنية وصقل المهارات والثقة في النفس والتحلي بالشجاعة.